بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده الحلقه سهله جدا، هنعمل وصفتين، وصفه حلوه ووصفه حادق. هنعمل تمر جراتان وهنعمل كمان سي فود بالخضار. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بس بعد الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا دلوقتي نعمل اول وصفه معانا النهارده وهي تمر الجراتان. هنعمله بس اول حاجه عشان هو لسه هيدخل الفرن. هنبقى محتاجين تمر، وهنبقى محتاجين عين جمل، زبده، سكر، كريمه، حلويات، وبشاميل معمول عادي جدا باللبن والدقيق، بس ما بنحطش عليه طبعا ملح. ممكن نحط عليه سكر فنستغنى عن السكر ده، ممكن نعمله ساده خالص نزود السكر هنا. طيب اول حاجه هعملها ان انا هحط هنا الزبده. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي او الطبق ده بيتقدم في المطاعم الشيك جدا جدا جدا، والطبق ده غالي قوي في تقديمه. فاحنا هنا هنعمله بطريقه مبسطه وسهله، وفي نفس الوقت ما يكلفناش زي ما احنا هناكله بره. وبعدين البورشن اللي هنعمله كبير، هو بيجي طبق صغنن قد كده وبيبقى بسعر عالي جدا. خلاص هنحط هنا التمر، طبعا تمر يبقى من غير بذر، ممكن كمان يتعمل بالبلح الاسود، يعني لو متوفر بلح اسود، بس هو الايام دي طبعا مش متوفر. ممكن نعمله كمان بالبلح الاسود، بيبقى حلو قوي بالبلح الاسود. انا بقى شايفه ان السكر ملوش لازمه، لان التمر السكر بيتحط في حاله ان احنا بنحط البلح، لان البلح الطبيعي مش بيبقى مسكر قوي، لكن التمر بيبقى فيه سكر كتير فانا مش هحطه. لو بتحبوا سكر زياده هتحطوه، بس انا مش هحطه، شايفه ان هو كفايه قوي كده. ابتدي بقى احط عين الجمل. بس ثلاثة كده على جنب. هنبتدي هنا بقى نحط البشاميل. مع الكريمة. ونقلب كده كويس قوي. شايفين بقى البورشن اللي احنا هنعمله النهارده كبير ازاي. ابتدي كده احط طبقه من البشاميل الحلو كده، وافرده كده كويس. بس وابتدي بقى كده اوزع واحطه في الفرن لمدة 25 دقيقة.
خلاص هيبقى بالمنظر ده، هنحطه في الفرن لمدة 25 دقيقة. ايه رأيكم بقى نطلع فاصل ونرجع نعمل السي فود بالخضار؟ خليكم معايا. رجعنا تاني دلوقتي بعد الفاصل، الطاجن في الفرن. هنعمل دلوقتي وصفة سي فود بالخضار. الوصفة دي طبعا انا دلوقتي هعملها انها تنفع صيامي، عشان انا هعمل لكم كذا وصفة كده في كذا حلقة، ان احنا ممكن في ليلة راس السنة نعمل بيها سفرة كبيرة، بحيث ان احنا ما نحسش ان احنا عاملين اكل كله تقليدي للصيام. فاحنا هنعمل سبيت، وهنعمل جمبري مشوي، وهنعمل كمان هوريكم ازاي السي فود بالخضار دي هتتعمل، هتبقى حلوة جدا. تعالوا اول حاجة نعملها او اقول لكم على الوصفة، عبارة عن سي فود مشكل. ده بيتباع عادي في السوبر ماركت في الكياس اللي هي فيها السي فود ده، لطيف جدا على فكرة. جزر، بصل، ثوم، كوسة، كزبرة وبقدونس، سويت اند تشيلي، وصوص باربيكيو، وكاتشب، وكمان صوابع بطاطس. هنسوي الخضار لوحده وهنسوي السي فود لوحده، بعد كده نلخبطهم على بعض. طيب اول حاجة هعملها ان انا هحط الزيت عشان السي فود، خلاص، وهحط هنا الزيت عشان الخضار، وهتبل هنا كده بالفلفل الاسود. الخضار بقى هنا مش لازم نتبله. اول حاجة هحطها هي الجزر، ومعاه على طول معلقة ثوم كده عشان ينكهوا، وهنا هحط الثوم. خلاص اول ما الجزر كده لونه يتغير على طول هبتدي احط البطاطس معاه، عشان دول اكتر حاجتين بياخدوا سوا على النار. طيب انا اتاكدت كده ان هو سخن كويس قوي، نبتدي بقى هنا نحط البطاطس. بس هبتدي بقى احط هنا صوص الباربيكيو مع الكاتشب مع السويت اند تشيلي، ولخبطه كده. مع حبة من البقدونس والكزبرة الخضار. هحط معاهم كده مرقة خضار عشان بس تديها طعم كده حلو. بس وهسيبها كده ايه تتحمر شوية عقبال ما ابص كده. اول ما اللون ده يتغير شوية هبتدي احط له معلقه صغيره من الثوم المفروم والبصل المفروم. شايفين هنا في ايه؟ في هنا كاليماري مع جمبري مع اخطبوط صغنن مع سمك فيليه. الحاجات دي كلها بتاخدش وقت خالص في استوى، انا اصلا البطاطس والجزر هياخدوا وقت اكتر منها. نبص كده تمام. نبتدي بقى نحط
بقيه الثوم مع البصل، ونحط هنا معلقه من مكعبات البصل مع الثوم المفروم، نقلب، نحط الكوسه ونقلبها كده، بس ونسيبها بقى تستوي. نيجي هنا بقى نقلب كده حاجة السي فود، ونسويها بقى في بصوا، هنحط هنا السويت اند شيلي، معلقه السويت اند شيلي مع معلقه من الكاتشب، عايزاها تستوي فيهم معلقه بالظبط بالظبط، معلقه ممسوحه كمان، مش ما تبقاش كبيره، معلقه من صوص الباربيكيو. عايزه اقول لكم بتدي الحاجات دي بتدي الاكل طعم حلو قوي، شايفين؟ هنقلبها كده ونستناها بقى لحد ما تستوي، وبعد شوية ابص كده على الخضار تاني. والله عارفين بقى بفكر اعمل ايه؟ كله كده كل ده بقى يستوي مع بعضه. نبص كده بقى، كده خلاص استوى، نبتدي بقى كده نغرفها. نحط كده بس الصوص اللي احنا عملناه، عشان ده اللي حابب ياكله جنبيه رز ابيض ويحط عليه الصوص ده. هنحط كده بقى الخضار اللي هو بالسي فود، يعني ريحته تجنن، عايزة اقول لكم. ده من الحاجات اللي بتبقى لطيفة جدا زي ما قلت لكم، وطبق شكله حلو لو اتعمل ليلة راس السنة على السفرة لو احنا عازمين ناس. نزوق كده الطبق بقدونس مع كزبرة، ونحطه كده على السفرة مع الصوص بتاعه، وزي ما قلتلكوا بيتاكل مع رز ابيض. هنا بقى الجراتا التمر خلص، هنحط ده كده عشان الناس تعرف انه تمر، لا يفتكروه مكرونة بشاميل ولا حاجة. عاملين النهارده اكله صيامي واكله فطاري. يبقى النهارده كده عملنا ايه؟ النهارده عملنا وصفه الحلو اللي هي عباره عن التمر الجراتان، وعملنا كمان خضار بالسي فود الصيامي. يا رب تكون الوصفات عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.